داخل دول المجلس ولكن تتخطى هذه المتابعة وهذه التغطية دول مجلس التعاون إلى المحيط الإقليمي والدولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصل الآن إلى إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الثانية والأربعين دولة قطر العضو المؤسس والعضو الفاعل في مسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من أربعين عاما وهي تقف إلى جانب شقيقاتها دول المجلس في البناء والتطوير والتحديث ومراجعة السياسات وفي كل ما يفيد دول مجلس التعاون الخليجي دكتور عبد الله يعني لا شك يعني الجميع ينتظر هذه القمة